الميدان بريق عبيان ابن الفحل بريق الامل العبيان يباركين عثمان قيام حسن الحسن مدرب دور خيال ياس ابو جبل متجه لنقطه الانطلاق بعمليه الاحماء رشيد الناصر لا لا الفحل الكلاسيك رشيد الأم نسرين الملك عادل فلاح المدرب محمد النجمي الاستبلاط النجمي أبو أمجد والخيال علاء غريفات أمير المجالي بن الفحل المجالي الملك فادي رسلان المدرب خالد حلاس والخيال خالد سعدي فانتوم الميدان الفحل فانتوم بنير الام نور ملك توفيق البهودي المدرب الحاج عبود زعبي والخيال احمد ابو جبل هذا الاخوان الخيول داخل جهاز الانطلاق بريق عبيان فانتوم ميدان رشيد الناصر امير الموجالي اربعة مشاركين في هذه المجموعة وفعلا اخواني ينطلق الشوط السادس شوط الكبار على بركة الله رشيد الناصر ينتزع الصدارة من البداية بريق عبيان بالمرتبة الثانية امير المجالي بالمرتبة الثالثة وفانتوم الميدان يترقب بالمرتبة الرابعة بريق عبيان الان ينتزع الصدارة من رشيد الناصر الخيول بالمراحل الاولى من السباق الخيول قبل دخولها المنعطف الاول بريق عبيان ما يزال متصدر المجموعة رشيد الناصر ما يزال بالمرتبة الثانية الخيول ما بين المنعطفين ما يزال بريق عبيان متصدر المجموعة ما يزال عبيان متصدر المجموعة رشيد الناصر بالمرتبة الثانية أحمد أبو جبل يحاول على فانتوم الميدان هي لحظه تدخل إلى الخط المستقيم وما يزال بريق عبيان متصدر المجموعة رشيد الناصر يحاول مع الأغلفات من الخلف لكن بريق عبيان يعبى التنازل على المرتبة الأولى رشيد الناصر يحاول مع الأغلفات بريق عبيان يعبى التنازل على المرتبة الأولى مع عبيان بالمرتبة الأولى مع ياس أبو جبل رشيد الناصر بالمرتبة الثانية مع الأغلفات وفات الميدان بالمرتبة الثالثة مع أحمد أبو جبل الأخ معتز زعرورة الأخ معتز زعرورة رجاء التواجد عند ساحة التتويج معتز زعرورة اخواني بريق عبيان شباب بس على الكاميرا على الفيديو ابو العدان اذن اخواني بريق عبيان انتزع شوط الكبار وتربع على شوط الكبار وين التصفيق شباب بريق عبيان من الفحل بريق الامل لعبيان للملكين عثمان قيام حسن الحسن المدرب والخيال ياس ابو جبل بسم الله ما شاء الله عبيان انطلق ثانيا حلل خلص الفارق بدخوله المنعطف الاول وفر هاربا نحو المركز الاول وابتعد عن صاحب المرتبة الثانية رشيد الناصر بسم الله ما شاء الله بريق عبيان مبروك لأبو وائل مبروك حسن الحسن موفقين ان شاء الله مبروك الف مبروك من المهرجانات القادمة صاحب المرتبة الثانية رشيد الناصر ابن الفحل الكلاسيك رشيد
الأم نسرين المالك عادل فلاح المدرب أبو مجاد محمد النجمي معتز زارورة أيضا يتوج صاحب المرتبة الثانية أحد إداريي سباقات البطوف في كفر مندى. بارك الله بك معتز أبو محمد. فانتوم الميدان ابن الفحل فانتوم ونيل الأم نور الميدان المالك توفيق البهوتي المدرب الحاج أبو الزعبي أبو محمد والخيال أحمد أبو جبل أيضا معتز زارورة يتوج يسلم كأس المرتبة الثالثة لفانتوم الميدان مع الملاك وصور تذكارية من موقع النورس. مبروك توفيق.